اذكر الله 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 اذكر فيلم عراقي قديم مشهور. فائق يتزوج. خطأ. لم يأتي. خلينا نشوف السؤال. يمج نرمين من الأفلام العراقية المشهورة. احنا أفلامنا قليلة صراحة. هو عندنا إذا خطأ. الآن وين راح نروح؟ آخر جملة صحيحة. وين راح نروح؟ راح نروح لآلاء وبعدين نرجع إلى ست فوجي وهكذا. ست آلاء شو تقولين؟ بالنسبة إلي المسألة الكبرى بالنسبة للاستبيان ما أعرف. عافية. خلينا نشوف. نعم موجود. وأعلى احتمال. المسألة الكبرى فيلم يتحدث عن ثورة 20 من إخراج الفنان الكبير محمد شكري جميل. تحية للفنان محمد شكري جميل، واحد من أهم صناع السينما العراقية وواحد من أهم صناع السينما في الوطن العربي. إذن طب ست نرمين، طب ست هنا جاوبت. أخيراً جاوبت لي الاستبيان. جاوبني شلون أكو أغنية جاوبني من وكيت بوقعت أطلعي درم مش انت نبعت عشيك بالحسن متغاوي. الله ليش المعاتب كلف والشوك سكتاوي بعد ما أعرفها. الله تحياتنا لأبو علي. تستاهل الغش لو ما تستاهل نعطيها غش. يلا شوي يلا. فدوة استفزازية عيادي. إبراهيم. نعم. اذكر لي أحد الأفلام العراقية المشهورة. الملك غازي. واو. خلينا نشوف ست هبة. ما تعرفين. بس هو فائق يتزوج اللي أتذكر. بس فائق يتزوج. طلع مو موجود. خطأ ثاني. هسه أنمار أنت شو تقول؟ فيلم الرأس. الرأس. ما الرأس؟ مع الأسف رأس الملك سنطرق. طبعا انتو تهيئتوا مو؟ طبعا لحقوا وتهيئوا وانا اعرف انكم أيوة. حاضرين. الان استاذ حسين طبعا راح نروح على سنان. سنان انت شو تقول؟ اللعبة. اللعبة. نرمين. القادسية. القادسية. سين ماكو وقت وراح تنقل. ستة على ستة. انت قرري من دول الثلاثة او انت. هم قالوا بس انت قولي اللي تشوفيه. اي فيلم عراقي في نظرك من الافلام المشهورة القديمة؟ يلا. اللعبة. اذا رحت ويا سنان وخلي نشوف اللعبة. طبعا ايضا محمد شكري جميل والتأليف. خطأ. اللعبة.